هم أصلا مش شايفيننا. لما بيعدي مسؤول كبير بيغطونا باليفط دي عشان ما يشوفوناش. بس بقى خلاص فضكوا سير يا بقى، فضها سير وسيبكم الكلام ده. الله عايزين نفرفش شوية يا اختي، ده احنا كرمة والله. بيت هو المشي اللي كلتيه عندنا ما عجبكيش ولا ايه؟ لا لا لا، في ظفر عندنا شوية رجول فراخ بالبصل يستاهلوا بقك. لا لا لا، ده صعب قوي. معقولة؟ معقولة بتقرفي من البصل؟ أنا مش عايزة أكل، خلاص مش جعانة، أنا هموت من العطش. آه طبعًا، لما تضربي 5 معالق مش شحاف بدودو لازم تعطشي، المش بيعطش. والمية المعدنية اللي كنا جايبينها معانا خلصت. بلاش قلة أدب بقى، معدنية إيه؟ أنتوا بتسمعوا كده هاجايز دي، عايزة تشربي يعني؟ قومي فزي يا جواهر، هات لها مية عنينا. لها ميه من بتاعتنا، لما هتشربيها هترجعي لها تاني. كرام الضيف واجب. اتفضلي يا حبيبتي اشربي. لا ميرسي، انا عايزه ميه مش عصير. لا ما هو من فضل ربنا الحكومة متوصية بينا، موصلنا الحنفيات على معمل عصير ولها نسب قانونية بتحكمها الدولة، 50% مياه، 20% طين مبلل، 30% صرف صحي سائل ومواد صلبة خفيفة. لا لا لا، انا معدتي قلبت عليا، عايزه اروح الحمام. فين الحمام؟ حلوه، قولي نكته كمان. نكته ايه؟ انا بسال عن الحمام. لا يا حبيبتي، احنا الحمام بتاعنا عمومي. عمومي يعني حمام واحد في الشارع؟ ماشي موافقه. هو فين؟ لا ده حمامنا ما يتقالش عليه فين ابدا، حمامنا بلا عنوان، موجود في كل مكان، الأرض، البراح، الهو، ده حمامنا، بنقضي حاجتنا وفي نفس الوقت بنرويها، والأطفال بيستخدموها ملاهي بيتزحلقوا فيها.